في واحد ما معهوش رخصه يا باشا. يا نهار اسود، معهوش رخص؟ انت يا ابني انت. نعم يا باشا. معكش رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق يا باشا. وافرض اللي جنبك ده جرى له حاجه، مش انت اللي هتسوق؟ ما انا ما بعرفش اسوق يا باشا. كمان يعني لا معاك رخص ولا بتعرف تسوق؟ ده انت وقعتك سودا. يا نهار اسود، انا اصلا سواد يا باشا. طب ايه العمل يا باشا؟ ولا حاجه، عايزين منك 35 جنيه وصورتين وشهاده بطنه ونظر. والامتحان امتى؟ لا ما هو مفيش امتحان غير لما تطلع رخص. اه صحيح. يعني ايه يا باشا؟ يعني هنحتاج منك كمان 35 جنيه وصورتين وتيجي بكره الصبح بدري، انت فاهم؟ بصراحه انا مش فاهم حاجه في اللاتين دي بقى يا باشا. انا ما معيش صور. مش مهم، احنا حفظنا شكلك. طب ممكن 10 جنيه كده؟ يلا يلا. هات لي الواد بتاع الدليفري اللي جاي هناك ده بسرعه. على فين يا وحش؟ يا باشا انا رخص سليمه ولابس الخوذه وكله تمام. مش رابط الحزام ليه؟ قول لي يا ابني انت، الصندوق ده فيه ايه؟ في اكل يا باشا. والاوردرات اهي. ورينا الاوردرات دي. راجع معايا الاوردرات دي بسرعه. حاضر يا باشا. اتنين موزه. اتنين موزه. اتنين حمام مشوي. اتنين حمام مشوي. اتنين حمام محشي. اتنين حمام محشي. اتنين حمام زاجل. مفيش حمام زاجل؟ اكيد سبقوا. امسك امسك. هات دول. اتنين حمام مشوي. يبقى الحساب 66 جنيه ونص. ايوه باشا، ما انا عارف. طب ما تدفع ولا هتاكل سفلقه. انا مش فاهم حاجه يا سعاده الباشا. مش فاهم حاجه ايه؟ 66 ونص محتاجه اشهر. هتبلطج جاب ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا. اتفضل يا باشا. دول 70 جنيه يا باشا. اكتب له اصل ب 3 ونص. كام قالوا يا راجل؟ لا يا باشا ده تبس. احنا برضه ناس بنلف في الوصول. يلا يلا. بون ابيتيه. انزل يا فؤاد شوف في ايه. الظاهر دي لجنه يا باشا. ما انا عارف انها لجنه. انزل قول لهم ان انا مستعجل. حاضر. لو سمحت يا سياده الامين، نسيم باشا الرشيدي في العربيه ومستعجل، لو بس ممكن تديله طريق. يعني ايه نديله طريق؟ زيه زي بقيه الخلق. بس يا امين انت لما اكون انا موجود انت ما تتكلمش خالص. احنا اسفين، قول للباشا يعدي. شكرا يا باشا. القانون قانون. خلاص يا عم المحامي، القانون قانون ايه؟ بيقول لك باشا يعني ممكن يطلع لوا. اترمي على جنب هنا، مش عايز اسمع صوتك. يلا عدي عدي سكه بسرعه. عدي عدي يا اخويا عدي. باشا ممكن بس كارت من سيادتك؟ انزل هات لي الولدين دول بسرعه. ولدين مين يا باشا؟ اللي عاملين نفسهم امين وصابت. انزل اتحرك. جعفر يلا يا جعفر اجري. ايه يا باشا؟ باشا انت صدقت عبد المجنون في العربيه؟ عبد المجنون مين؟ بعدين هشرح لك. يلا طب قول لهم عليهم قبل خالتك. يلا طب ازاي بس يا باشا؟ اجري بسرعه يا حيوان ما تعرضنيش. الحقوهم اجري. اجري الفول. مين حضرتك؟ سيطرة من ايدك يا مسطول في الحكومة يا باشا. سيادتك انتوا سبقتوا الحرامية. طب اجروا انتوا الناحية الثانية. محدش فاهم حاجة خالص خالص. Get one.
امسكوا الناس دول عبد عبد انتجوهم لحد ما نجيب بقى القوة. يا ناس هم اللي نصابين مش احنا. ساكنين هنا من زمان عمره ما حيانا. يلا بينا يا عم نقلع الكلام ده. يلا اخصمك لسه صاحي لسه صاحي اسيبك اسيبك. لا ازيك يا صايع يا ضايع انت وهو يا ست اولجا عيب كده ما انت كنت عامله فيها ننسى عجرم من شويه. ايه ده وايه اللي انتوا لابسينه ده؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا ست اولجا. النهارده عيد الشرطه. عيد الشرطه؟ امال في العيد الكبير هتلبسوا ايه؟ خرفان. يخرب بيت عسلك ده انت فظيعه. وبعدين يا ست اولجا في كلبين قصر النيل اللي انت طلقاهم علينا دول ما تحبسيهم احسن او تسميهم. اسمهم سم كده داريكو ودي فيك دول حبايبي. طب يلا بقى خدي حبايبك وخشي نامي. عيب كده يا ست عيب. صدقوا بقى انا مش جاي لي نوم. ما تيجوا كده تضربوا معايا عسلين محجر فوق السطوح. عسلين محجر يا ست طيبه وفي عند بس اطلعي وانا هحصلك على طول. يلا اطلعي يا عسلين محجر. ما تحجروش معايا. يلا يا حبايبي يلا يلا ضربت يا معلم. طب انا عم وحيده بقى ما خلفتش محجر. ما يا جعفر يا ابن النصابه يا عبده مجنون عمل ايه ده عشان يبقى باشا؟ اكيد اشترى جاكيت جلد. لا اكيد خد شقه قانون جديد. عموما هيبان. وبعدين سيبك منه وقوم رايح جسمك شويه. الموضوع مش هزار يا جعفر. الراجل ده واصل ومش هيسيبنا في حالنا. احنا بس اللي عارفين اصله وفصله. ابوه خريج سجون وهو اصلاحيه. ما نبعت له الورق. طول ما الورق ده معانا احنا في امان. بقول لك ايه، احنا من بكره لازم نخبيه. وهنخبيه ازاي نسيم ده؟ واحنا هنخبي نسيم نهبي بيه ايه؟ هنخبي الورق. ما تفوق يا جعفر وبطل البنجو اللي بتضربه ده. تليفوني ده. يا سونس. يا حبيبتي وانت كمان وحشاني والله. كلها تيجي ثانيه واحده. بقول لك ايه، انا اعصابي تعبانه وماليش مزاج. انا ليا مزاج واعصابي حديد. يا عم انت مالك انت تيجي ما تجيش. انت مالك؟ اي حاجه اضطر القعده يا حود. وانا بكلم مروحه اضطر القعده. معلش عشان البتاع ده بيطلب حاجات غريبه. طب خلاص. يا سونس بقول لك ما تعدي عليا بعد ساعه كده. خليها تجيب معاها عشا. ثانية واحدة، عايز ايه؟ عشا. هاتي معاك عشا يا حبيبتي. سمك. ما خد كلمها. طيب انت معلش يا حوض، اصل البتاع ده بيطلب حاجات غريبة قوي. معلش معلش يا سونسون. هاتي معاك سمك وانت جاي. يلا حبيبتي انا في انتظارك. سلام. بص بقى يا معلم، جو خرم الباب وتبص علينا واحنا جوه في الاوضه ده مش هينفع معايا خالص. وهو انا هبص عليك انت؟ انا هبص عليها هي. يا سلام يا ابني، دي صاحبتي انا. احنا الاثنين واحد يا حوض. لا في دي اتنين يا معلم. يخص عليك يا حوده، تقول عليك العشره والصحوبيه والمرمطه واسكندريه. خلاص خلاص يا شكري، اخليها تجيب معاها واحده. طيب لا حرام. حرام؟ اه يعني بصك من خرم الباب علينا ده حلال واللي احنا بنعمله ده حلال؟ وانا بقول لك نتوب يا حوده وانت مش عايز. خلاص توب انت لوحدك وروح اشتغل فرد امن ب 200 جنيه ولا اقول لك اشتغل في الطاقه الذريه. تريق تريق، بس اي حاجه حلال احسن. الكلام ده لما تيجي تذبح. لكن انا عايز اقول لك على حاجه بقى، احنا فنانين مبدعين من نوع جديد. ازاي؟ لا هشرح لك بعدين. المهم اخليها تجيب معاها واحده. تجيب طبعا. طب ما كمل بدري. برافو، تستاهلوا فعلا انكم تشتغلوا معايا. ايه اللي في وشك ده؟ هجمه مرتده صح ولا مكياج؟ قول لي مكياج ريحني. لا ده بجد يا باشا. اخرس. اسمع يا نسيم باشا. ما تقوليش يا باشا. طب اسمع يا نسيم. ما تنطقش ولا كلمة. العيال دول عايزكم تجيبولي كل المعلومات عنهم. ساكنين فين؟ بيعملوا ايه؟ لهم سوابق في إدارة النصب ولا لا؟ مفهوم؟ برافو يا باشا، بس شوية بيانات صغيرين عنهم كده. يعني ايه؟ يعني ساكنين فين؟ بيعملوا ايه؟ ليهم سوابق في إدارة النصب ولا لا؟ حمار. برا. حاضر يا باشا. برا. برا. برافو يا باشا. برا يا حيوان. في ايه يا لولا؟ موظف الشهر العقاري جه يا باشا. دخلهولي على جوه. الورق جاهز؟ جاهز ومتسجل قانوني باسم سيادتك يا باشا. يعني حته الارض دي دلوقتي بتاعت سياسه. مش هتقدر تغمض عينيك.